شفنا خلال الساعات الماضيه ولسه متابعين مع حضراتكم تطورات ازمه حضور رباعي النادي الاهلي احدى المناسبات في القاهره، وده اللي تسبب في غضب كبير جدا من جمهور النادي الاهلي ومن مسؤولين كمان النادي الاهلي، وده تسبب في تحرك من اجل معاقبه الرباعي، جدل كبير جدا وغضب كبير جدا من جمهور الكره الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت تويتر او فيسبوك بسبب حضور الرباعي مناسبه في وقت صعب جدا، في وقت يعني النادي الاهلي محتاج لخدمات لاعبيه في بطوله الدوري المصري في كل مباراه وفي كل دقيقه في كل ماتش كمان وفي كل تدريب، مش كل مباراه بس، لا ده في كل تدريب. كابتن سيد عبد الحفيظ كان يعني في اصدر بيان عبر موقع النادي الاهلي، قال في قرار سيد عبد الحفيظ مدير الكره مع كل من ايمن اشرف وياسر ابراهيم محمد مجدي قفشه وحسام حسن مخالفتهم التعليمات بالتواجد في منازلهم وفقا لمواعيد مقرنه ليلا للحصول على الراحه الكافيه. يعني انت وقت بالليل ده مثلا انت معاك لحد الساعه بعد انتهاء المران الساعه 9 او الساعه 10 اخرك تكون مثلا متواجد في اي مناسبه او في الشارع مع اصحابك، بعد كده بتتواجد بعدها في المنزل يعني من اجل الراحه الكافيه الاستعداد للتدريب التالي او مباراة اللي انت يعني مستعد ليها زي مباراة مثلا المقاولين العرب. النادي الاهلي في الوقت الحالي بيستعد لمواجهة المقاولين العرب ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري، وقال برضو النادي الاهلي في بيانه الرسمي ان المناسبة اللي شارك فيها اللاعبين لم تكن خارج القاهرة، يعني كانت في القاهرة، وده اللي كشفناه لحضراتكم خلال الساعات الماضية ان خلال التحقيق مع الرباعي قالوا ان المناسبة كانت في على كورنيش النيل مش في الاسكندرية زي ما البعض قال. البعض قال تداول فيديو لمحمد مجدي قفشة وثلاثي زملائه من لاعبي النادي الاهلي هم بيرقصوا مع المطرب الشهير عبد الباسط حمودة في احدى المناسبات، البعض قال لك ان في اسكندرية، ولو في اسكندرية كان هيبقى فيه كلام كتير تاني، يعني كانت هتبقى في العقوبه مغلظه على لاعبي النادي الاهلي. واحد يقول لي طب ايه الفرق ما بين اسكندريه او ما بين القاهره، هي نفس المناسبه، ولكن احنا هنا بنتكلم على المسافات وعلى الاجهاد وتعب اللاعبين من المسافه الطويله ما بين القاهره الى الاسكندريه، وخاصه ان يعني الجهاز الفني ومسؤولي النادي الاهلي بيعانوا او بيشتكوا من الاجهاد وضغط المرات، وكذلك برضو على الجهه الاخرى مسؤولي نادي الزمالك والجهاز الفني سواء كان فيريرا بيتكلم كل مؤتمر صحفي هو وكاردو سواريش من يعني بيعانوا بيشتكوا من ضغط المباريات ومن الاجهاد للاعبين. ما تجيش انت دلوقتي وانت بتشتكي من الاجهاد وضغط المباريات تيجي بقى تروح نتفاجئ ان تواجد اربعه من لاعبي النادي الاهلي متواجدين في اسكندريه مسافه طويله جدا، ولكن اللاعبين اكدوا والنادي الاهلي في بيانه الرسمي اكد ان اللاعبين والمناسبه كانت في القاهره ما كانتش في اسكندريه نهائيا. دي كان يعني تفاصيل خاصه بعقوبه النادي الاهلي على الرباعي قبل ماتش المقاولين العرب، كان ممكن النادي الاهلي يعني يستنى على الموضوع شويه لحد مباراه المقاولين، يصبر شويه حتى انتهاء لقاء المقاولين العرب المهم جدا للمارد الاحمر، ولكن الموجه كانت عاليه جدا من قبل جمهور القلعه الحمراء فكان لازم يصدر بيان ولازم تحرك رسمي ان الجمهور يشوفوا يعني يشوفوا الكلام ده بعينهم على ارض الواقع، يترجم الكلام ده على ارض الواقع بعقوبه وبيان رسمي من اجل يعني ترسيخ مبادئ النادي الاهلي وفرض يعني الالتزام اكتر على لاعبي القلعه الحمراء قبل مواجهه المقاولين العرب، فكان لازم النادي الاهلي يتحرك ويصدر بيان رسمي بشان هذه الواقعه. ننتقل من حديث عن رباعي النادي الاهلي ومعاقبتهم بشكل رسمي من قبل مسؤولي النادي الاهلي الى بدري بنون. بدري بنون كان عنده مفاوضات بشكل رسمي مع قطر القطري من اجل انتقاله الى الدوري القطري خلال الموسم المقبل، كانت يعني المفاوضات توقفت خلال الفتره الماضيه بسبب المقابل المادي كان لا يليق بالنادي الاهلي ولا يليق كمان باللاعب، كان يعني النادي الاهلي عايز عرض اعلى من اللي مقدمه نادي القطر القطري، ولكن النهارده بشكل رسمي بيعلن كابتن سيد عبد الحفيظ عن رحيل بدري بنون الى النادي القطري، ولكن كان في مفاجاه في الامر ان بدري بنون عايز يرحل لظروف خاصة، ظروف أسرية خاصة بيه، ما كشفش طبعا النادي الأهلي عنها، وقال لك إن كابتن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة مع اللاعب وأبلغه اللاعب برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة بيه، مؤكدا إنه يقدر كثيرا المواقف النادي الأهلي معاه، أكيد النادي الأهلي وقف وقفة كبيرة جدا مع الدولي المغربي بدري بنون خلال الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وكانت في مضاعفات ليه خلال بطولة
امم افريقيا تسببت في ابتعاده عن النادي الاهلي وعن مشاركاته على التدريبات كمان خلال الفتره الماضيه. وبعد كده لما رجع يشارك فيها التدريبات ومباريات مع النادي الاهلي جه عرض قطر القطري معاه من اجل التواجد في الدوري القطري خلال الموسم المقبل. وبالمناسبه هو بدري بنوم متواجد في الوقت الحالي في دوله قطر من اجل الخضوع للكشف الطبي من اجل الانضمام بشكل رسمي. وقال لك برضو ان جلسه كشف كابتن سعد الحفيظ على عن جلسه بدري بنون مع البرتغالي ريكاردو سواريش. وقال لك سواريش قال لك طالما بنون طلب الرحيل وغير قادر على التاقلم فخلاص فهو يستطيع انا ما استطيعش او انا ما اقدرش ان انا اجبره على الاستمرار وانه موافق على انتقاله بشكل طبيعي. يعني كده من كلام ريكاردو سواريش ان الراجل كان ممكن يجي منه، كان ممكن يعتمد عليه خلال الفتره المقبله، كان ممكن يستمر بشكل طبيعي مع النادي الاهلي، كان ممكن يكون من ضمن خطط البرتغالي خلال الفتره المقبله. ولكن هو شايف ان بدري بنون رغبته في الرحيل، هو عنده ظروف خاصه عايز يمشي، فهو الراجل رفض ان هو يجبره على الاستمرار مع النادي الاهلي، وده كان شيء كويس جدا وايجابي من قبل البرتغالي ريكاردو سواريش ان هو يرفض اجبار بدري بنون على الاستمرار مع القلعه الحمراء. واكد كابتن سعد الحفيظ ان بعد ما قعد مع الراجل مع بدري بنون وكمان بنون يعني عقد جلسه مع ريكاردو سواريش رفع الامر بقى للجنه التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكره وشركه النادي الاهلي وفضوا كل المعطيات. اكد ان اللاعب لن يستطيع تقديم كل ما لديه الاهلي خلال الفتره المقبله. لجنه التخطيط شافت بعد كل المعطيات دي ان بعد جلسه سيد عبد الحفيظ مع بدري بنون وجلسه بدري بنون مع سواريش ان اللاعب لن يستطيع تقديم اي شيء للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله ولابد من الموافقه على رحيله بنسبه كبيره يكون 2.5 مليون دولار للنادي الاهلي و15% من اعاده يعني بيع اللاعب 15% للنادي الاهلي في حاله تم بيع اللاعب في اي وقت من لو يعني السنوات في اي سنه من السنوات المقبله 15% فايده للنادي الاهلي من اجل في حال رحل اللاعب عن قطر القطري في حال يعني النادي قطر لا او يعني جاء يعني تلقى عرض قوي لبدري بنون وهيرحل عن النادي وبنسبه كبيره ده مش هيحصل خلاص. اللعيبه لما تروح الدوري القطري او دوريات الخليج خلاص بيستمروا زي ما هم في دوريات الخليج سواء كان الاماراتي او السعودي او القطري زي ما شفنا مثلا فرجاني ساسي مثال لاعب الزمالك السابق متواجد في الوقت الحالي في الدوري القطري مع نادي الدحيل خلاص زي ما هو مستمر ما جالوش اي عرض نهائيا رسمي كلها كانت عروض كجس نبض او شفويا من بعض من الانديه سواء كان من اوروبا في الدوري التركي تحديدا. فيعني الراجل ما جالوش عرض رسمي الى الدحيل القطري من اجل الرحيل عن الدوري القطري فده يعني زي ما قلنا لحضراتكم من الصعب جدا ان يكون في عرض لبدري بنون من اجل الرحيل عن قطر القطري خلال الفتره المقبله. خلاص هو رايح من اجل يعني ازمه معينه او من اجل هدف معين ليه في الدوري القطري مقابل مادي كبير جدا يعني معيشه ثانيه هو عايز يعيشها مع زوجته ممكن ظروف اسريه خاصه فاكيد في هذا الاطار. ولكن من الصعب جدا يتلقى عرض ثاني بعد رحيله الى الدوري القطري فيعني تمت الموافقه بشكل رسمي على رحيله. واكيد النادي الاهلي مستفيد من رحيل بدري بنون ولو ما استفادش من رحيله كان من الصعب جدا بل من المستحيل الموافقه على رحيله الى الدوري القطري. اتمنى كل التوفيق لبدر بنون قدم مستويات كبيره جدا مع القلعه الحمراء خلال الفتره الماضيه حقق جميع يعتبر البطولات مع النادي الاهلي سواء كان في كاس العالم للانديه دوري ابطال افريقيا او السوبر الافريقي. نتمنى له كل التوفيق في مسيرته القادمه مع فريقه الجديد. وكده كان حديثنا عن اخر التطورات الخاصه بازمه رباعي النادي الاهلي اللي حضروا فرح مع المطرب الكبير عبد الباسط حموده. تم توقيع غرامه ماليه على الرباعي بشكل رسمي والنادي الاهلي اكد ان الفرح كان في القاهره مش في اسكندريه زي ما ردد البعض. وكذلك اخر تطورات او مفاجاه في رحيل بدري بنون عن القلعه الحمراء تزورونا على مدار الساعه ان شاء الله لسه مستمرين مع حضراتكم في التغطيه الخاصه بكواليس النادي الاهلي وكذلك نادي الزمالك على شاشه الوطن ان شاء الله. شكرا ليكم وشكرا لحسن متابعتكم.